انا علاء الحساسين، دارس ثاني ثانوي. حاليا انا بشتغل بوظيفه كابتن باراسيلينج وسوبر فايزر على الالعاب المائيه الووتر سبورت. سكان ومواليد العقبه. بلشت الفكره من عندي. نزلت كنت بسبح على الشاطئ الاوسط اللي هو شاطئ الغندور، فشفت انه في حياه كثير رائعه هناك، بس كان في مشكله انه في كم هائل من النفايات اللي موجوده. خطبنا الجهات المعنيه انه عشان يجي حدا ينظف المنطقه، بس ما في حدا استجاب. كانت المخاطبه لغايه لمده 3 شهور ونص، فارتأيت انه نعمل تيم مختص في تنظيف جوف البحر. الحمد لله عملت فريق، وكانت بدايتنا في 17/3/2019. نزلنا على المنطقه المستهدفه، خلال 7 أيام من العمل طلعنا 6.5 طن من المنطقة اللي هي شاطئ الغندور. بعد هيك اتجهنا على منطقة الباور ستيشن، طلعنا من هناك 3.5 طن. طبعا الشباب طول الفترة هاي عملنا قوينا المهارات عندهم، اكتسبوا مهارات جديدة، واخذنا شهادات معتمدة دوليا من منظمة بادي كلين اب سبيشاليتي. صرنا مختصين في التنظيف، حبينا الموضوع كثير، فتحنا مؤسسة لغاية التنظيف جوف البحر عشان نقدر نكمل النشاط اللي بنقوم فيه. حاليا الشباب شغالين انه نقوي الشهادات، ما فيش داعم رئيسي للفريق. بنتمنى طبعا يكون في داعم رئيسي، لانه البحر فيه كمان نفايات موجودة وفي مناطق عنا ثانية بدنا نستهدفها. البحر لكم كلكم، وعندنا 27 كيلو بس، فيجب المحافظة عليها بصراحة، لأنه إحنا شفنا أشياء عمرها سنين. يعني المرجان كل سنة بيطول 1 سنتي بس، فبتيجي بس كيس نفايات برمي حدا بيجي على نفس المرجان بقتلها، وهي عمرها 30 سنة في تصرف خاطئ خلال أيام بتكون متوفية. يعني حتى لو لقينا نفايات مش إحنا المسببين فيها، نأخذها معانا نلمها، لأنه كل إشي بيصل البحر.